أن من شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فإنه يكون معه في العقوبة. الصالح والطالح العقوبة إذا وقعت تعم الصالح والطالح والبر والفاجر والمؤمن والكافر والمصلي والمستكبر ولا تترك أحد. ويوم القيامة يبعثون على نياته. يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.